انتوا بس اللي سامعين ولا ايه؟ طب الصوت كويس. الامبراطور قسطنطين الكبير انعقد في عهده مجمع نيقيا، كان بيناقش بدعة مين؟ بدعة اريوس. اريوس ده قال ايه؟ الابن مساوي للاب، غير مساوي للاب. في صدى صوت؟ صدى. في صدى صوت. طب نعمل فيه ايه ده؟ المايك تاني؟ ده من ده تأثير العسلية. معلش. المهم قال ان الابن من جوهر مختلف عن جوهر الاب. وكان في قضايا تانية اتناقشت برضه في مجمع نيقيا، زي قضية عدم جواز الإكليروس، زي قضية الاحتفال بعيد الفصح، زي قضية الانشقاق اللي كان حصل في مصر. وانتهى المجمع انه عمل لنا ايه؟ الجزء الأولاني من قانون الإيمان، من أول نؤمن بإله واحد لحد وبالروح القدس. لأن لسه مشكلة الروح القدس ما كانتش ظهرت، وطلع لنا مجموعة من القرارات الإدارية حلت الإيه؟ المشاكل. طيب النهارده هنتكلم على المجمع اللي بعديه، مجمع القسطنطينيه المسكوني. احنا كنيستنا بتعترف بكم مجمع مسكوني؟ ثلاثة، نيقيا، قسطنطينيه، يبقى فاضل لنا ايه؟ افس، اللي انت عايز اللي انت عارفاه ده. ماشي؟ طيب مجمع القسطنطينيه المسكوني لما نتكلم عليه هنتكلم على الاحداث اللي ادت لحدوث المجمع، هنتكلم على البدع اللي ناقشها المجمع، هنتكلم على شخصيات المجمع والناس اللي حاربت البدع بتاعت المجمع بس ما حضرتش، جلسات المجمع، قرارات المجمع، واحداث اللي حصلت بعد المجمع. نبتدي مع بعض. طيب ايه اللي يخلي الكنيسه او الامبراطور بعد كده يعقد مجمع تاني؟ ما مش مفروض انه كان في مشكله بتاعه اريوس ومجمع نيقيا حلها، صح؟ بس المشكله انه مجمع نيقيا ما قضاش على الاريوسيه، ده بالعكس، ده الأريوسية تفاقمت وزادت جدا وتعظمت بعد مجمع نيقيا، بدليل ان احنا البابا اثناسيوس اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا اتنفى 5 مرات بعد المجمع، وجم في لحظه وقالوا له العالم كله ضدك يا اثناسيوس. معناها ايه؟ ان العالم كله بقى اريوسي. فقال ايه؟ وانا ضد العالم. وفضل محافظ على الايمان بكلمه ان الابن مساوي للاب في الجو، تمسك بالرأي ده، وهو ده اللي أنقذ الكنيسة. بس الأريوسية فضلت موجودة في أماكن كتيرة جدا، وفضلت تعمل صراعات، وابتدت كده تطلع منها بدع تانية وهرطقات تانية. وهنديكم أمثلة، فابتدى يطلع بدع وهرطقات تانية، منها البدعة مثلا اللي احنا هنتكلم عليها، بدعة الروح القدس. ما إذا كان أريوس بيقول لك إيه؟ الابن من جوهر مختلف عن جوهر الآب. فأكيد الروح القدس هو كمان مش مساوي للآب. الفكرة نفسها ان هم مش قادرين يستوعبوا الثالوث. فعشان مش قادر يستوعب الثالوث فبيحط دايما الاب اعظم من الابن، اعظم من الروح القدس، فتبتدي تظهر بدع تانية. وفي ناس وهي بتدافع عن الايمان ضد الاريوسية اتطرفت وراحت طلع منها بدع الناحية التانية. ده وارد جدا، ممكن واحد من كتر ما بيدافع عن حاجة يروح يتطرف في الرد يطلع منها بدع تانية. مع انتشار الاريوسيه كمان ابتدى يظهر لنا مشكله اسمها انشقاق انطاكيا. ايه انشقاق انطاكيا ده؟ فدلوقتي الاريوسيه منتشره. عارفين انطاكيا دي فين الاول؟ لا، سوريا. انطاكيا دي في سوريا. في كنيسه سوريا حوالي سنه 330 ميلاديه الاريوسيين سيطروا على كرسي الاسقفيه هناك، فبقيت انطاكيا مدينه اريوسيه، وانطاكيا دي كنيسه كبيره. الكنائس الكبيرة القديمة كانت اسكندرية، روما، أنطاكيا، أورشليم، والقسطنطينية، الخمس كنائس دول. فالكنيسة زي كنيسة أنطاكيا يسيطر على الأريوسيين، دي مشكلة. المهم من سنة 330 يجي أسقف أريوسي ويجي يروح واحد غير وهكذا، وفي برضه فريق أرثوذكسي بيحاول يدافع عن الإيمان. لحد ما وصلنا لحوالي سنة 360. وجيه واحد من الفريق الأريوسي سابه وانضم للفريق الارثوذكسي، كان اسمه ميليتيوس. 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 ميليتيوس ده ساب الفريق الاريوسي وانضم للفريق الارثوذكسي. فبقى كده عندي واحد اسقف كان اريوسي بقى ارثوذكس، وعندي اصلا اسقف ارثوذكس. طب يبقى السؤال هنا، مين هو ممثل الكنيسه في انطاكيا؟ انا عندي اتنين دلوقتي، ده ولا ده؟
فمشكله دي كبيره. طب يعملوا فيها ايه؟ حاول القديس اثناسيوس الرسولي يتدخل في الموضوع حوالي سنه 362 او 363، وفي بعض المراجع بتقول ده سافر انطاكيا كمان عشان يحل المشكله، بس ميليتيوس ما قابلش القديس اثناسيوس. فالقديس اثناسيوس راح مثبت الراجل الاسقف الثاني اللي كان اسمه بولونيوس. فلا، بولونيوس ده معاه فريق ارثوذكسي وميليتيوس معاه فريق ارثوذكسي تاني. راحوا ما بينهم وبين بعض كده، عملوا اتفاق جنتلمان، قالوا ايه؟ خلاص ميليتيوس يبقى هو الاسقف عشان ده راجل كبير في السن، ولما يموت يمسك مكانه ايه؟ الاخ الثاني اللي اسمه بولونيوس. بس ده مش حل نهائي، ده اتفاق جنتلمان كده. فدي مشكله معانا لازم نشوف لها حل، لازم المجمع ينعقد مجمع اساقفه يشوف لها حل، مين الاسقف الشرعي للمدينه؟ نفس المشكله بقى باكثر تعقيدا حصلت في القسطنطينيه. ركزوا معايا بقى عشان دي قصه ايه يطول شرحها. ازمه كرسي القسطنطينيه دي لعب فيها اطراف مختلفه يعني. ايه اللي حصل؟ تسمعوا عن القديس اللي اسمه غريغوريوس الناطق بالالهيات او غريغوريوس النزينزي؟ حلو قوي. ده كان صديق للقديس باسيليوس الكبير. حلو. فالقديس باسيليوس الكبير شاف فيه ان هو راجل قديس وبار، راح واخده ورسمه اسقف على مدينه اسمها سازيما. مدينه اسمها ايه؟ سازيما. بس القديس غريغوريوس ما كانش بيحب يعني المناصب والحاجات دي، فما راحش استلم الاسقفيه، بس اترسم. يعني القديس باسيليوس ادعوك يا غريغوريوس اسقف على سازيما، بس ما راحش استلم، بس اسمه اسقف على سازيما. حوالي سنة 379 أو 380 راح جه الإمبراطور سودوسيوس الكبير تولى إدارة الإمبراطورية، وتعمد على إيد القديس أمبروزيوس أسقف ميلان، وأعلن الإمبراطورية الرومانية كلها دولة مسيحية. سودوسيوس الكبير عمل كده. رجع القسطنطينية يبص لقى المدينة مليانة أريوسيين. طب أعمل إيه؟ أنا لازم أجيب حد يساعدني عشان أقضي على الأريوسيين. قال اجيب مين؟ واحد يكون ضليع في الارثوذكسيه. راح جايب القديس غريغوريوس الناطق بالالهيات، وراح مجلسه اسقف على القسطنطينيه. بس هو اصلا اسقف على ايه؟ سازيما. دي بقى مشكله. ليه؟ ما ينفعش طبقا لقوانين المجامع ان اسقف يترسم على مدينه ويتنقل يروح مدينه ثانيه. فدي بقت مشكله. بس القديس غريغوريوس بشر مهام عمله يعني في القسطنطينيه، وابتدى يحارب الاريوسيه. مين قلق من الموضوع ده؟ علشان ايه؟ احنا بنحب ننفذ القوانين. لا، مش الامبراطور. لا، بطرك. لا، القديس باسيليوس كان مات. بطرك اسكندريه كان اسمه البابا بطرس الثاني، البطرك رقم 21 اللي بعد البابا اثناسيوس على طول. الموضوع ده ما عجبوش. لا، ده مخالف لقوانين المجامع. طب نعمل ايه؟ نشوف له حل. واحد بقى استغل فرصة الهوجة دي، اسمه ماكسيموس الكلبي. اسمه ماكسيموس الكلبي، مش هاو هاو يعني، هو اسمه كده. الكلابية دي كانت نوع من أنواع الفلسفة. الناس كانت بتمشي حافية وتزهد في لبسها وحاجة كده. فماكسيموس الكلبي ده راح اتقرب للبابا بطرس، قال له بص، أنا مش عاجبني زيك كده يا سيدنا الوضع اللي حصل في القسطنطينية، احنا لازم نشوف حل. المهم بالحنجل والمنجل كده راح مسافر القسطنطينية. ماكسيموس ده سافر القسطنطينية، ومن هناك ابتدى يتقرب للقديس غريغوريوس. وكل ما القديس غريغوريوس يقول يقف وعظة يقول الله الله، ده صوت ربنا، ده صوت السماء، ده كلام سلاسل ذهب. المهم قعد حتى يرجو ايه؟ يتملق القديس غريغوريوس. فالقديس غريغوريوس قربوا منه، بس ما خدش منه اخوان. في نفس الوقت راح ماكسيموس ده لما استغل الفرصة بعت رسائل للبابا بطرس، فالبابا بطرس راح بعت مجموعة من الأساقفة مع تجار للقسطنطينية. جم في ليلة كده راحوا داخلين الكاتدرائية رسمين ماكسيموس أسقف على القسطنطينية. فبقى عندي كام أسقف في القسطنطينية كده؟ اتنين. لا، ما فيش تالت، هما اتنين بس. القديس غريغوريوس اللي الإمبراطور مثبته وده وضع غلط، وماكسيموس الكلبي اللي رسمته أساقفة من مصر وده برضه وضع غلط. الناس بقى لما حسوا ان في رسامه بتحصل بالليل في الكنيسه، راحوا شعب القسطنطينيه دخل على الكنيسه، فراح ماكسيموس هرب هو والايه؟ مجموعه الأساقفة. بس بقى عندي ازمه، عندي اتنين أساقفة في القسطنطينيه زي ما عندي اتنين أساقفة فين؟ في انطاكيا، والسبب هو الاريوسيه. فكان لازم
انعقاد مجمع يحل كل المشاكل دي. البدع والهرطقات مشكلة كرسي أنطاكيا، مشكلة كرسي القسطنطينية. طيب تعالوا نشوف البدع والهرطقات بقى اللي ناقشها المجمع، اللي هي ظهرت بعد الأريوسية. بدعة اسمها الأنومية أو الأريوسية الجديدة. دول أريوسيين بس متطرفين شوية. يعني إذا كان أريوس بيقول وصلنا يعني مع أريوس إن المسيح من جوهر مختلف عن جوهر الآب، أو مشابه بس مش هو نفس الجوهر. دول قالوا لا مفيش تشابه تماما. كلمة أنوميوس أوموسيوس دي اللي في الآخر دي معناها في تشابه. أنا اللي بتتحط في الأول دي مفيش تشابه خالص. عدم الموضوع خالص، مفيش أي تشابه خالص ما بين الأب والإب. اتزعم الحركة دي واحد اسمه إفنوميوس أسقف كيزيكو، وكانوا بيقولوا إيه؟ قالوا إن الثالوث مش متساوي في الجوهر. الثالوث مش متساوي في الجوهر. الأب صفته إن هو غير مولود، صح؟ إحنا بنقول على الابن المولود، فالأب يبقى غير مولود. فقال لك الأب غير المولود يستحيل أن توجد الولادة في جوهره. يعني ما ينفعش الله الغير مولود يولد حد، أو يعني يولد منه حد. طبعا كلام خطرفه. طب ما ابسط مثال، ادم وحواء دول مش مخلوقين؟ هل اتولدوا؟ بس قدروا يولدوا، صح؟ يعني ممكن ان في طبيعه او في عمل مختلف عن عمل الجوهر يحصل. ده اللي حصل هنا اهو. الابن بكوره خلائق الله، قالوا كده ان الابن اتخلق اول واحد زي كلام اريوس، وده بسبب ايه موجوده عند بولس الرسول اللي هو ايه؟ المسيح بكر خليقه الله. طب وهل بكر هنا معناها ان هو مخلوق؟ امال بكر دي معناها ايه؟ ايوه ماشي. ايه علاقتها بالحته دي؟ ايه هنا في ايه عند بولس الرسول بتقول الابن بكر خليقه الله، هل بكر معناها ان هو اول واحد اتخلق؟ الاولاني ومفيش بعده. ماشي، هو مفيش غيره اساسا، مش مفيش بعده. ماشي، اوكي. طيب هي بكر كلمه الابسي او اليونانيه بتاعتها ارشي. ارشي ارشي دي يعني ايه؟ رئيس. فهو رئيس خليقه الله. هل رئيس خليقه الله معناه انه مخلوق؟ ده هو رئيس الخليقه نفسها. فبكر خليقة دي ترجمة ضعيفة. بكر الترجمة أو الكلمة هي الأصلية أرشي بمعنى رئيس، فهو رئيس الخليقة، يعني هو اللي خلق كل حاجة. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيئا مما كان، صح؟ مش الكتاب المقدس بيقول كده؟ طيب الروح القدس أول أعمال الابن وأدنى منه، بيقولوا كده إن الروح القدس ده من منتجات الابن. نرد على الكلام ده إزاي؟ هل الروح القدس ما كانش موجود من الأول؟ موجود. سفر التكوين إصحاح 1 وآية 1، في البدء خلق الله السماء والأرض وكانت الأرض خاربة وروح الرب ترفرف على وجه الماء. يعني روح القدس ده موجود منذ بدء الخليقة، من قبل بدء الخليقة كمان، ده كائن مع الأب منذ الأزل. لكن هو هنا بيتكلم على فكرة إن الروح القدس المسيح أرسله، مش الروح القدس المسيح أرسله؟ طب ايه الفرق بين الارسال والانبثاق؟ مش احنا بنقول روح القدس ده منبثق من الاب، بس الابن ارسل الروح القدس، ايه الفرق بين الارسال والانبثاق؟ ها، الارسال ده حاجه ببعتها. طب عشان نبسطها خالص، الارسال حصل في الزمن، الانبثاق حصل قبل انشاء العالم. ده الفرق. الاب الروح القدس منبثق من الاب قبل كل الظهور، دي حاجه فوق الزمن. لكن السيد المسيح ارسل الروح القدس في الزمن لينا بعد صعوده. قال الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق، انا ارسل لكم الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق هو يشهد لي، يوحنا 15:26. فده الفارق، ان الروح القدس منبثق من الاب قبل كل الظهور، لكن ارسل زمنيا من خلال الابن بعد ايه؟ بعد صعوده. فدول البدعه اللي اسمها بدعه الانوميه. الناس دي كمان قالت مفيش عذاب في الاخر، يعني مفيش جهنم. حاجه حلوه برضه، يعني مش فيش حد، كلنا هنبقى ايه؟ كلنا هنروح في داهيه.
وكانوا بيقولوا ايه لما يجوا يعمدوا بقى؟ يعمد فلان باسم الاب اللامخلوق والابن المخلوق والروح القدس المخلوق من الابن المخلوق. خطرافه خالص. كانوا بيقولوا كده، يعني الروح القدس اتخلق من الابن والابن اتخلق من الاب، فبنعمد باسم الاب الغير مخلوق والابن اللي اتخلق من الاب والروح القدس اللي اتخلق من الابن. لخبطه طبعا، عشان كده دول اريوسيين بس متطرفين بقى، اكثر تطرفا، اسمهم الانوميين. دي اول بدعه ناقشها المجمع. بدعه تانية ناقشها المجمع اسمها بدعه ابوليناريوس، ده اسقف اللاذقيه في سوريا. الراجل ده كان عنده مدرسة لاهوتية، والراجل ده كان من المحاربين ضد الأريوسية، يعني راجل أرثوذكسي المفروض، وكان القديس أثناسيوس الرسولي على ثقة، على صلة وثيقة بيه لحد ما خرف. فزي ما قلت لكم ممكن الواحد يدافع ويرد على بدعة بس يتطرف في الرد فيروح رايح في ناحية تانية. الراجل ده عمل كده، قال إيه؟ قال دلوقتي إحنا عندنا في كده ثلاثية، كل انسان بيتكون من ايه؟ نفس وجسد وروح عاقله، صح؟ مش احنا دي مكوناتنا؟ فابوليناريوس اتفلسف، قال لك الروح العاقله دي اللي في المسيح حل محلها اللوجوس. فيبقى المسيح متكون من نفس بشريه، جسد بشري، اللوجوس. طب كده سؤال، اللوجوس اللي هو الكلمه، يعني الاقنوم الابن اللاهوت يعني. تاني فاهمين اللي انا بقوله ولا صعبه؟ حلو. فدي الثلاثيه اللي عملها ابوليناريوس واتفلسف بيها. طب الموضوع ده مشكلته ايه؟ ها؟ مفيش روح بشريه في المسيح، يبقى ناسوته غير كامل، يبقى ما ينفعش يفدين. ما هو لازم عشان يكون بشري كامل يكون جسد كامل، روح بشريه عاقله، نفس بشريه. لما يشيل الروح العاقله ويحط اللوجوس يبقى المسيح اصبح غير اله غير سوري بشري غير كامل، ما ينفعش يفدين. يبقى ما ينفعش اقول اله كامل وانسان كامل او شبهنا في كل شيء. لا، ده ما شبهناش في كل شيء، لان الروح العاقله انت خدتها، تمام؟ وبالتالي لما خطر في الخطرفه دي القديس اثناسيوس بعت له رسائل علشان ايه؟ يصلح موقفه، بس للاسف ما صلحش موقفه واتحرم في المجمع اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. هتدوني فلوس ولا ايه؟ البدعه الثالثه اللي هي الأشهر اللي احنا كلنا عارفينها بقى، بدعة مكدونيوس أو اللي أنكر لاهوت الروح القدس. مكدونيوس ده كان أسقف القسطنطينية ومات سنة 360، يعني قبل ما المجمع يحصل بحوالي 21 سنة. بس هو صاحب الفكرة، الفكرة طلعت من عنده، بما في ذهنه، يعني بما إن الابن مش هو الله يبقى الروح القدس كمان مش هو الله. خلاص كده أنكر لاهوت الروح القدس. بعد ما مات مكدونيوس تزعم الحركة من بعديه واحد اسمه إفتاسيوس أسقف مدينة اسمها سيباستيا. ده تزعم الحركة بتاعت الأريوسيين أو بتاعت منكري لاهوت الروح القدس، وده اللي كان حاضر في المجمع. دول قالوا إيه؟ قالوا إن الروح القدس عمل إلهي منتشر في الكون وليس أقنوم متميز عن الآب والابن. ده مجرد عمل، ده مجرد قوة، مش هو روح الله. أو حتى إذا كان روح الله مش أقنوم. طيب بيقولوا إيه بقى؟ فهو بالنسبة لهم الروح القدس ده ولا هو الله ولا هو مخلوق، حاجة في الوسط كده. فبيقولوا إيه؟ إفتاسيوس بيقول إيه؟ أما أنا فلا أتجرأ أن أعطي الروح القدس اسم الله ولا اسم خالقة أيضا. يعني ولا أقدر أقول إن هو الله ولا أقدر أقول إنه مخلوق، هو حاجة في الوسط. هو حاجة في الوسط. طيب ازاي نتكلم، ازاي نرد على الموضوع ده؟ ازاي نثبت ان الروح القدس هو روح الله ومساوي للآب؟ ادوني كده افكار. ببص لك ليه؟ مش انت بتاعت الصيدلة؟ ها تمام. حلو قوي، انت جبت مدخل حلو. اعمال الروح القدس في الكتاب المقدس هي نفسها اعمال الله، والصفات المعطاه للروح القدس في الكتاب المقدس هي صفات الله، وهو ده المبدا اللي استخدمه الاباء في الرد على البدعه.
لما نشوف الاماكن اللي مذكور فيها الروح القدس سواء في العهد القديم او في العهد الجديد نلاقي ان روح الله بيحيي. طب ما روح الله بيحيي دي صفه من صفات الله انه بيحيي ويقيم الاموات. لما الاقي ان روح الله حالل في كل مكان طب ما دي صفه من صفات الله انه حالل في كل مكان وهكذا. يبقى المدخل اللي استخدمه الاباء عشان يردوا على البدعه دي هي انه صفات الروح القدس هي نفسها صفات الله وعمل الروح القدس هو نفسه عمل الله. واخدين بالكم؟ طيب في ناس بقى قديسين حاربوا البدعه دي بس ما حضروش المجمع، اتوفوا قبل المجمع. المشكله بقى لها قعدت 60 سنه رايحه جايه. منهم القديس اثناسيوس الرسولي البطرك العشرين، مات قبل المجمع بثمان سنين سنة 373. كتب رسالتين، واحدة اسمها رسالة إلى سرابيون أسقف تمويس، ودي اسمها الرسالة عن الروح القدس، دي مشهورة جدا. رسالة القديس أثناسيوس لسرابيون دي معروفة جدا في كتابات الآباء، اسمها رسالة عن الروح القدس. بيقول فيها إيه القديس أثناسيوس عشان يثبت لاهوت الروح القدس؟ جاب آية من سفر المزامير: تسحب أرواحهم فيموتون وإلى ترابهم يعودون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الارض. يبقى هنا روح الله بيعمل ايه؟ بيخلق وبيجدد وجه الارض. طب مش هو ده عمل الله؟ يبقى روح القدس مساوي للاب. وقال ايه؟ وقال القديس اثناسيوس ايه؟ فان الكتاب المقدس بتعبيره هكذا يؤكد ان الروح غير مخلوق بل يشترك في عمل الخلق، لان الاب يخلق كل الاشياء بالابن في الروح القدس، لانه حيث يكون الابن فهناك ايضا الروح القدس، وان الاشياء المخلوقه بواسطه الابن تأخذ من الروح القدس بالابن قوة كيانها وقوة الحياة، فبالتأكيد أن الروح القدس غير منفصل عن الابن. يبقى هنا القديس أثناسيوس خد نفس المبدأ اللي احنا قلناه، شاف آية من الكتاب المقدس لأ أن صفات الروح القدس وعمل الروح القدس هو نفسه عمل الله، قال لك خلاص يبقى الروح القدس هو الله. رسالة تانية من القديس كورولوس برضو في مجمع الإسكندرية سنة 362، سوري، من القديس أثناسيوس. بس الراجل كان بيحاول إيه؟ يعني الرساله دي هدفها انه القديس اثناسيوس كان بيحاول يجبر يكسب اكبر عدد من الناس حتى المخالفين لي حتى الاريوسيين. فكان بيقول ايه؟ ولا تستلزمون منهم اكثر من ادانه الهرطقه الاريوسيه. يعني لو في واحد قرر انه يرجع للايمان الارثوذكسي تمام، بس ينكر الاريوسيه والاعتراف بايمان الاباء القديسين الصدر عن نقيا، وان يدينوا ايضا القائلين بان الروح القدس مخلوق. ما تقبلوش الناس اللي بتقول ان الروح القدس مخلوق ومنقسم عن جوهر المسيح، لأن هذا يعني حقا الانفصال عن زمرة الأريوسيين الكفرة، لأن علينا ألا نقسم الثالوث الأقدس وألا نقول أن فيه من المخلوقات. ما ينفعش أقول أنه فيه مخلوقات جوه الثالوث الأقدس ويجدفون في نفس الوقت على الروح القدس لا يعملون شيئا. يعني بيقول الناس اللي هي بتنكر الأريوسية بس في نفس الوقت بتجدف على الروح القدس كأنهم ما عملوش حاجة. تفضل. حلو قوي. في سؤال، اسمك ايه؟ مارتينا بتسال سؤال، بتقول هي الاريوسيه دي وجدت الاول ازاي؟ الاريوسيه وجدت ازاي؟ يعني مش الناس قتلوا المسيح عشان كان بيقول على نفسه ان هو ابن الله؟ فيبقى ازاي الاريوسيه دي وجدت؟ ها نقول ايه؟ مش عارفين؟ ليه؟ ما انا حكيت الحكايه المره اللي فاتت. كنتوش غايبين ولا ايه؟ ما كانش في عسليه المره اللي فاتت. طب ايه؟ أريوس عمل إيه؟ ما أريوس مسك الكتاب المقدس وطلع آيات خدها على جنب. هذه الآيات فيها لو أنت قريتيها كده بالعين المجردة تحس إنه ممكن المسيح يكون أقل من الآب. لما يقول إيه؟ لا يعلم الساعة ولا الإبن إلا الآب. طب ده الإبن ما يعرفش كل المعرفة بقى. لما يقول آية تانية بتقول أبي أعظم مني. أريوس مسك في الكام آية دول؟ ما ده بقى الفرق بقى بين المفهوم الارثوذكسي والمفهوم الهرطوقي. الاريوسيين بيمسكوا ايات، ماشي اكمل لك، بس الاريوسيين بيمسكوا ايات ويمسكوا فيها ويقول لك هو ده الصح. انهي ايات؟ صحيح. حلو، ما التفاسير بتاعتهم دي لو هي صح ما كانش الاريوسيه اتهزمت في المجامع.
لان المنطق الارثوذكسي بالايات بتاعته اقوى، وهو ده المنطق اللي الكنيسه مستلمه من الاول، هو ده فهم الكنيسه ما هو ده. بص ده بالظبط بالظبط زي الفرق ما بيننا وبين البروستانت النهارده. مش في ايه بتقول في مرقس 16 16 من امن واعتمد خالص ومن لم يؤمن يدان؟ مش دي ايه موجوده؟ معلش دول برد شديد. واحد بروستانت يجي يقول لك ايه؟ من امن واعتمد خالص، يعني شرط المعموديه لايه؟ الايمان. من امن واعتمد يبقى لازم ابقى مؤمن عشان اتعمد. فيسالك سؤال، هو الطفل مؤمن؟ هتقولي طبعا مؤمن. مش مؤمن طبعا، هنعمده ليه؟ لا ده انت بتقولي بقى لو حصل له حاجه، هتقول لك هتقلي من الانجيل. ففي ناس ما بتعمدش الاطفال، اسمهم الطائفه المعمدانيه. احنا بقى نرد على الكلام ده من الانجيل ازاي؟ بالظبط انا بحكي لك بالظبط كان اللي حصل بين الاريوسين والارثوذكس. اهو ده جاب ايه ومسك فيها وقال لك ما فيش اطفال بيتعمدوا، فانا ارد عليه بالانجيل برضه. اقول له ايه؟ ماشي يا عم، انت الايه دي بتقولها كده، بس ما فيش حاجه اسمها ما نعمدش الاطفال. لو رحت قدام شويه كده في سفر اعمال الرسل اصحاح 10 هلاقي فيه كرنيليوس مكتوب ايه؟ فاعتمد هو وكل اهل بيته. لو كان عايزين يشيلوا الاطفال كان ممكن الوحي يقول ايه؟ ما عدا الاطفال. ما قالش كده. هنلاقي نفس الكلام بولس، اظن كان في فيليبي حارس السجن، مش فاكر كان في فيليبي ولا كان فين، فيليبي صح، لما حارس السجن والسجن اتفتح والراجل كان عايز يموت نفسه ومش عارف ايه، وبولس لحقه فاعتمد هو وكل اهل بيته. طيب نمسك العهد، نرجع لورا كده في العهد القديم، نلاقي ايه؟ ربنا امر بالختان في اليوم الثامن للطفل، والختان ده معناه ايه؟ رمز المعموديه نمره واحد، عهد بين الله وابراهيم. هل الطفل اللي عنده 8 ايام ده فاهم العهد؟ يبقى مش لازم يكون الطفل فاهم. لما الاطفال عبروا البحر الاحمر، مش العبور البحر الاحمر ده رمز للمعموديه؟ يبقى انا برد بقى بكل الايات دي قدام الايه اللي ده نفس المنطق اللي كان بيرد بيه الاباء على الهراطقه بما فيهم الاريوسيه. انا اديتك بس مثال عملي كده ايه احنا المفهوم الارثوذكسي للكتاب المقدس. انا ببص على الكتاب كله، مفيش حاجه اسمها اقيم عقيده على ايه، مفيش حاجه اسمها كده. ثانيا في حاجه اسمها فهم الاباء اللي هو التسليم والتقليد اللي احنا استلمناه، الكلام اللي مش مكتوب او اتكتب في حتت تانية بره الكتاب المقدس. عايز اسال سؤال؟ اتفضل. ها حلو قوي. في حد بيقول لك ايه موضوع الطفل ما نعمدش الاطفال علشان لما السيد المسيح اتعمد كان عنده 30 سنه. حلو قوي. طب ما انا اديتك ردود ثانيه اهي، الختان ايه؟ مش السيد المسيح اتختن وهو عنده 8 ايام؟ طيب فبالرد البسيط خالص اللي احنا كمان ممكن نقوله دلوقتي، انا الطفل ده مش عنده حريه اراده؟ انا كاسره هعمده واعمل اللي عليا، لما يكبر يا ستي عايز يسيب الكنيسه يسيبها، بس لو ما عمدتوش انا اللي هودان، هيبقى بالظبط حرمته من النعمه. فلازم اخلي الطفل يكبر ويشوف كل حاجه، وبالادله الكتابيه جبنا امثله، وفي اقوال اباء كتير بالمناسبه، بس مش حاضره في ذهني دلوقتي. لو كنت عارف ان احنا هنتكلم عن موضوع المعموديه بس كنت جبت لك اقوال الاباء. بس انا اديتك مثال يعني. ماشي؟ نكمل. حد تاني ما حضرش المجمع وحارب البدعه بتاعت منكري لاهوت الروح القدس هو القديس باسيليوس الكبير، طبعا كلنا عارفين القديس باسيليوس الكبير اسقف اسمه ايه ده؟ قيصرية. والراجل ده درس دراسات مستفيضة في مجالات مختلفة، وكان عنده اتنين اخوات اساقفة اللي هو القديس غرغوريوس اسقف نيسا والقديس بطرس اسقف سباستيا. ويقال انه جه في مصر كمان درس في مدرسة اسكندرية على ايد القديس ديديموس الضرير في فترة من الفترات، ومع صديقه القديس غرغوريوس كتبوا كتاب اسمه الفيلوكاليا. الفيلوكاليا ده عبارة عن مجموعة من الاقوال الاباء. اترسم اسقف على القيصريه سنه 370 وحط لنا القداس الباسيلي اللي احنا بنقوله على طول في القداس في الكنيسه يعني، وكتب مقاله مهمه عن الروح القدس سنه 375. قال ايه بقى القديس باسيليوس عن الروح القدس؟ يسمونه الروح كما الله روح يوحنا 4، وروح افوهنا مسيح الرب هو قدوس، يعني بيوصف روح الله بانه قدوس،
كما أن الآب قدوس والابن قدوس، فالتقديس تتقبله الخليقة من الخارج، وأما الروح فالقداسة تملأ طبيعته كلها، لذلك هو لا يتقدس بل يقدس. يعني بقول عليك أنت يا مارتينا قديسة، ربنا قدسك، هل القداسة دي نبع من جواكي ولا جاية من بره؟ جاية من بره. الروح القدس القداسة نبع من جواه، لأنه هو مساوي للآب في الجوهر، هو الله، فهو يقدس ولا يتقدس. ده كلام القديس ايه؟ باسيليوس الكبير. قديس غرغوريوس بقى هو من اشهر شخصيات المجمع ده، ومن اشهر الناس اللي حاربت الايه البدعه بتاعه مكدونيوس، واول واحد في كتاباته كتب ان الروح القدس اومو اوسيوس تو باتري، يعني الروح القدس مساوي للاب في الجوهر، زي ما اتقال على الابن بالظبط اتقال على الروح القدس. فاول واحد كتبها في كتاباته كان القديس غرغوريوس. قديس غرغوريوس من أسرة كبيرة غنية في كابادوكيا، اترسم أسقف على سزيمة على إيد القديس باسيليوس الكبير، وتولى إدارة كرسي القسطنطينية سنة 379، وبعد ما المجمع حصل فيه شوية مشاكل راح ساب المجمع واعتكف، بقى ساب القسطنطينية وساب كل حاجة، وبقى بقية حياته يعني إيه زي راهب متوحد. حط لنا القداس الغرغوري طبعا، يعني نشوف اتنين الصحاب حطوا قداسين، حاجة زي الفل، باسيلي والغرغوري يعني. وكتب اكتر من 400 قصيده شعريه، عندي انا مره قريت كده شويه في كتاب القصايد بتاعه ده. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول القداس الباسيلي وبنقول الغرغوري برضه في الصيامات او في الاعياد او حاجات كده. بيقول يعني الروح القدس، الروح القدس اله بالطبع، اذا فهو متساوي في الجوهر، نعم لكونه اله. خلاص مفيش حد يقول حاجه وراه. من لا يؤمن بأن القديسة مريم والدة الإله سيوتوكوس يعنفه اللاهوت، دي بقى مشكلة مجمع أفسس اللي حصلت بعد كده، بس موضوع سيوتوكوس ده موجود من الأول يعني. طيب نخش على أبرز شخصيات المجمع. البابا تيموساوس من مصر، كان البابا بطرس مات، فالبابا تيموساوس ال 22، قديس غرغوريوس أسقف نيسا اللي هو أخو القديس باسيليوس، وكمان عندنا قديس كورولوس أسقف أورشليم، وده معروف عنه إنه اسمه أبو الموعوظين. قديس كورولوس اسقف اورشليم ده اللي كتب وعظات كتيره جدا للناس اللي كانت بتخش الايمان جديد. نخش على جلسات المجمع. المجمع انعقد في الفتره بين نص مايو 15 مايو تقريبا ل 9 يونيو بحضور 150 اسقف. ال 150 اسقف دول كان كلهم من الشرق، ما فيش حد حصل من الغرب، حد حضر من الغرب. يعني مين الشرق؟ اسكندريه، أنطاكيا، القسطنطينية، أورشليم، محدش حضر من روما. طب هل الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة في روما بتعترف بالمجمع ده مجمع مسكوني؟ آه. بعدين بقى، مش في سنة 381، اعترفوا بقرارات بعدين، بس في سنتها ما كانوش لسه شايفينه مجمع مسكوني، لأنه ما كانوش ممثلين فيه، تمام؟ فال 150 أسقف دول كلهم من الشرق. لما جينا بقى نمسك رئاسة المجمع، خلاص الأساقفة اجتمعوا، يلا نعمل المجمع، مين هيبقى رئيس المجمع؟ مفروض يكون أكبر أسقف في الشرق اللي هو مين؟ البابا تيموساوس بتاع اسكندرية، مفروض، بس هو اتأخر في الحضور. فالأساقفة بصوا كده، طب نمسك مين؟ أكبر واحد سنا اللي هو مين؟ لا، ميليتيوس أسقف أنطاكيا اللي عليه المشكلة. عليه مشكلة ميليتيوس ده، ما فيش يومين ومات والمجمع منعقد. فراحوا ممسكين مين؟ القديس غرغوريوس بصفته اسقف العاصمه. صح؟ مش هو اسقف العاصمه؟ ما ماشيين بالتدريج اهو. طب يا ترى لما ميليتيوس مات المشكله اتحلت في القسطنطينيه في انطاكيا؟ كان المفروض لما هو يموت يمسك مكانه الاسقف الثاني بولونيوس بالاتفاق الجنتلمان. لا، اتباع ميليتيوس راحوا راسمين اسقف ثاني. وبولونيوس فالمشكله فضلت ما اتحلتش. اتحلت بعدين بقى سنة 405 تقريبا، ما اتحلتش المشكلة، فضلت أنطاكيا في نفس الوضع. المهم جه القديس غرغوريوس بقى رئيس المجمع، وابتدت الجلسات. مين جه؟ القديس تيموساوس بابا اسكندرية. قال لا، ما ينفعش غرغوريوس يبقى رئيس المجمع. ليه يا عم؟ هو أصلا احنا شاكين إن هو يبقى أسقف على القسطنطينية. صح؟ مش هو مخالف للقرارات إن هو اترسم على سزيمة وراح القسطنطينية؟ فقال لك ما ينفعش. فراح القديس غرغوريوس ساب لهم الجمل بما حمل بعد ما المناقشات الايه اللاهوتيه كانت خلصت وراح ماشي.
فنعمل ايه؟ راحوا راسمين واحد اسقف على القسطنطينيه اسمه نكتريوس وعملوه رئيس لبقيه جلسات المجمع. فدي قصه الرئاسه بتاعت المجمع، بس قصه لطيفه كده جدا جدا. انت اول مره تسمعوا القصص دي طبعا كلها. هو معروف المجمع رئيسه كذا حصل كذا كذا، ما ده احنا بندرس بقى، انتوا ناس خدام المستقبل فبندرس دراسه متعمقه يعني. من ال 150 اسقف بتوعنا دول ارثوذكس، بينما محارب او الهرطقه كان في منهم 36 واحد حاضرين، بس دول ما بنحسبهمش، احنا بناخد الحل من فم الايه؟ ال 150 الارثوذكس. ابتدوا يناقشوا قضيه الهرطقات. عندنا كام بدعه؟ بدعه الانوميه، بدعه ابوليناريوس، بدعه منكري لاهوت الروح القدس. حكموا على الثلاث اصحاب البدع بالايه؟ بالحرمان. فحرموا طبعا بعد مناقشات، حرموا اصحاب البدع والهرطقات، دي اول حاجه. بعدين قضيه انشقاق كرسي انطاكيا ما اتحلتش، المجمع ما حلهاش للاسف. قضيه رئاسه كرسي القسطنطينيه اتحلت بايه؟ بان نكتاريوس ده هو الاسقف. بقى هو الاسقف، والقديس غرغوريوس رجع واعتكف لحد بقى ما ايه ما تنيح في الاخر. طيب بعد كده اي مجمع بيطلع لنا قرارات وقوانين. طيب البدع والهرطقات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كان المجمع لازم يرد عليها، فرد عليها في ايه؟ ان هو كمل بقيه قانون الايمان. احنا كنا في مجمع نقيا واقفين عند والروح القدس، فراح مجمع القسطنطينيه كمل الجزء الباقي من اول نؤمن بروح القدس الرب الموحي المبثق من الاب لحد الاخر. وهنلاقي ان الحتت اللي بالاسود الغامق دي للناس اللي شايفه دي كمان حتت اتضافت على قانون ايمان مجمع نقيا. يعني مثلا ايه؟ لو احنا رجعنا قانون ايمان مجمع نقيا هنلاقيه كان بيقول نؤمن باله واحد اب ضابط الكل خالق كل ما يرى وبربه، ما كانش فيه كلمه السماء والارض، وما كانش فيه كلمه قبل الظهور، وما كانش فيه من الروح القدس وما مريم العذراء وهكذا. فكل اللي بالاسود البولد ده اتضاف في مجمع القسطنطينيه، وكل اضافه من دول اضافت رد على بدعه. بس ده مش مجالنا، ده موضوع عايز موضوع عقيدي يعني. وجلس عن يمين ابي الى اخره والذي ليس لملكه انقضاء. يعني مثلا ليس لملكه انقضاء دي اضافت على سبيل المثال، لان في ناس قالت لك ايه؟ انه خلاص جسد المسيح بعد ما صعد للسماء ما بقاش موجود. في ناس قالت كده. فلا، فالمجمع يرد عليها يقول لا، ده المسيح لاهوته متحد بناسوته الى نهايه الظهور، وعشان كده اتقال الذي ليس لمنقيه انقضاء. اهو ده بديكم بس مثال ان كل حته اتضافت رد على بدعه من البدع، وده جزء الروح القدس طبعا. طيب هل الكنيسه كلها بتقول قانون الايمان بالطريقه دي ولا الكاثوليك عندهم اختلاف؟ في اختلاف. الاختلاف فين؟ منبثق من الاب والابن، هتكلم عليها دي في الاخر، هديكوا لمحه عنها في الاخر. بس اللي انا عايز اقوله انه مجمع القسطنطينيه قال ايه؟ منبثق من الاب، مفيش ولا ابن ولا بتاع. يعني النص الاصلي منبثق من الاب بس، وده مبني على الايه بتاعت يوحنا 15:26، انا ارسل لكم الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق هو يشهد لي. يعني الايه واضحه، الروح القدس منبثق من الاب والابن بيرسله. ما فيش منبثق من الاب والابن دي، ما فيش الكلام ده. فالنص الاصلي في المجمع سنه 381 نص منبثق من الاب بس. هنشوف مشكله بقى والابن دي جت منين كمان شويه لو معانا وقت. طيب فادي اول حاجه المجمع اقرها. طيب المجمع اصدر شويه قرارات اداريه، اصدر قرارات اداريه حوالي 7 قرارات. في بعض المراجع بتقول هم 7، في بعض المراجع بتقول 4. طيب نشوف اللي هم القرارات بتقول ايه. اول حاجه تأكيد إيمان آباء مجمع نقيا وحرمان الهرطقة، يعني إحنا الأساقفة كده قالوا إحنا نؤمن بإيمان مجمع نقيا وأدي تكملة قانون الإيمان وبنحرم الهرطقة، أدي أول حاجة. تاني حاجة بشأن التزام الأساقفة بحدود إبراشياتهم وعدم تخطيها، ده بيخاطبوا مين القانون ده؟ قديس غرغوريوس، وبيغطوا بماكسيموس، ده مالكش دعوة، والبابا بطرس، يعني تاني مرة مالكش دعوة بكرسي القسطنطينية. فيما معناه يعني. فالقرار ده بيخاطب الأساقفة بسبب المشاكل اللي حصلت. القرار الإداري رقم 3 بشأن ترتيب الكراسي الأسقفية، ده بقى مشكلة. ده مشكلة كبيرة. بما إن القسطنطينية دلوقتي بقى ليها مكانة كبيرة وروما مكانتها بتقل، فدايماً العاصمة اللي قاعد فيها الإمبراطور بيبقى فيها
البصرك الاكبر. فقال لك احنا نرتب الكراسي، ده قرار سياسي. نمره واحد يبقى روما، نمره عشان هو الاقدم، نمره اتنين يبقى القسطنطينيه، نمره ثلاثه تيجي اسكندريه. هذا القرار رفضته كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه. فكنيستنا القبطيه الارثوذكسيه وافقت على القرارات العقيديه بتاعه الايه؟ بتاعه المجمع، بينما رفضت القرارات الاداريه. احنا كنيستنا القبطيه رفضت القرارات الاداريه لانها مسيسه، ده قرار سياسي. ان انا ارتب، وهذا القرار رقم ثلاثه في مجمع القسطنطينيه مخالف للقرار الاداري رقم سته في مجمع نقيا. كنا قلنا المره اللي فاتت. مجمع نقيا قال ايه؟ ان كرسي الاسكندريه له نفس صلاحيات كرسي روما. ده معناه ان كل الكراسي زي بعض. وما فيش ده زي، وحتى كرسي اسكندريه مذكور ابن روما. لا، هما هنا جم سيسوا الموضوع. اذا ربنا ادانا العمر ودرسنا مع بعض مجمع خلقدونيا هنلاقي ان القرار ده كمان اتغير، هيخلي القسطنطينيه وروما زي بعض، فيحصل انشقاق في الكنيسه الخلقدونيه بسبب القرار ده. فده قرار خطير جدا ورفضته كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه. قرار الاداري رقم 4 بشان قضيه ماكسيموس الكلبي، ان الرسامه بتاعته تتلغي ويتعزل، وشويه قرارات تانية اداريه من 5 لـ7، وكتبوا رساله للامبراطور سودوس. ايه اللي حصل بعد المجمع؟ بعد ما المجمع خلص، دي شويه مجامع حصلت تانيه، منها مهم جدا المجمع بتاع روما سنه 382. ده حضروا داماسوس اسقف روما وامبروسيوس اسقف ميلان، ده اللي عمد الامبراطور سودوسيوس، واعترفوا بقوانين ومسكونيه مجمع القسطنطينيه. فهنا دي اللقطه اللي روما والغرب اعترفوا بيها بمسكونيه المجمع. فزي ما المجمع مسكوني ومعترف بيه عندنا، هو مسكوني ومعترف بيه في الغرب عند الكنيسه الكاثوليكيه. وفي الوقت ده رفضوا القرار رقم 3 اللي هو بتاع ايه؟ ترتيب الكراسي. ليه؟ لانه مخالف لمجمع نقيا، كان لسه الناس عاقله. من اول البابا لاون في القرن مجمع خلقدونيا الدنيا بتضرب بعد كده. طيب اخر حاجه نختم بيها موضوع انبثاق الروح القدس من الاب والابن اللي عند اخواتنا الكاثوليك، ده جه منين؟ ده هنختم بيها دي. مش احنا شفنا مع بعض ان المجمع بيقول نعم نؤمن من الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب، نسجد له ونمجده، امال والابن دي جت منين؟ اخواتنا الكاثوليك بيقولوا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب والابن، ده جت منين دي؟ طيب نمسك جت منين. المشكله ابتدت سنه 589 في اسبانيا. اسبانيا يعني بعد مجمع القسطنطينيه ب 200 سنه تقريبا. في اسبانيا كان في مقاطعه كده، المقاطعه دي اسمها توليدو. المقاطعه دي كانت اريوسيه، كانوا اريوسيين لحد سنه 589. حلو، لحد ما جه ملك اسمه ريكارد، وده قال انا خلاص انا والمملكه بتاعتي هنرجع نبقى ارثوذكس. فعملوا مجمع. في المجمع ده قالوا تمام، بما ان الابن مساوي للاب والروح القدس ينبثق من الاب، يبقى الروح القدس ينفع ينبثق من الابن. يبقى للتاكيد على لاهوت المسيح راحوا عملوا الحكايه دي. بس طبعا ده غلط، ده كده اسمه مزج ما بين الخصائص بتاعه الاقانيم. انا اقدر اقول الروح القدس ليه صفاته المميزه والابن ليه صفاته المميزه والاب ليه صفاته المميزه، مش انا بقول ان الاب غير مولود والابن مولود والروح القدس منبثق. طب هو احنا اللي جبنا المسميات دي ولا السيد المسيح؟ السيد المسيح ايه الفرق بين الولاده والانبثاق؟ ما نعرفش، ما نعرفش. بس المسيح استخدم الالفاظ دي، ودي الصفات المميزه للاقانيم، هو اللي فهمنا الثالوث. فما ينفعش اقول ان الروح القدس ليه مصدرين، الاب والابن، ما ينفعش. طب الغلط ده هم وقعوا فيه ليه؟ عشان الايه بتاعت يوحنا 15:26 في اللغه اللاتينيه لفظ الانبثاق والارساليوم كلمة واحدة باللاتين اسمها بروسيديري، بروسيديري. فاحنا بنقول الرسول المسيح بيقول ايه؟ ارسل لكم الروح القدس، سند، ارسل، الذي من عند الانبا الاب ينبثق، بروسيد. ففي سندو بروسيد، سندو بروسيد او يرسل وينبثق، عندهم كلمة واحدة اسمها بروسيديري. فحصل اللخبطة دي، زائد اللخبطة بتاعت ان هم عايزين يخلوا المسيح مساوي للاب في الجوهر، فيقول لك الروح القدس ينبثق منه. في البدايه الكنيسه
في روما رفضت الكلام ده، قالت ايه الكلام الخطرافه ده ما ينفعش. الموضوع ابتدى يزيد في اوروبا بالتدريج لحد ما وصلنا لسنه 796، مجمع تاني اسمه مجمع فريولي. فريولي دي في ايطاليا. راح المجمع ده اقر برضه الزياده، لحد دلوقتي الكنيسه في روما ما لهاش دعوه. لحد ما جه سنه 1014 كان في قداس لتجليس واحد امبراطور او ملك اسمه الملك هنري الثاني. القداس ده كان حاصل في روما. ففي وقت رسامة الامبراطور ده او تجليسه اتقرا قانون الايمان بالصيغة الجديدة. بما انه حصل في روما في وجود البابا اصبحت اضافة رسمية سنة 1014. مين سمع بالحكاية دي بقى؟ القسطنطينية. الخلقدونيين اللي زيهم. فراحوا حرموا روما بسبب الاضافة دي سنة 1054، وحصل حاجة اسمها الانقسام الكبير او الانشقاق الكبير. اتقسمت الكنائس الخلقدونية لقسمين حتى الأبد. جزء اسمه الكنيسة الكاثوليكية في الغرب، وجزء اسمه الكنيسة الروم الأرثوذكس في الشرق. لكن احنا بنقول ايه؟ الصيغة الأصلية لقانون الإيمان هي منبثق من الآب. لو كان الآباء ساعتها مش واخدين بالهم من القصة دي، يخلوا الأب والابن هم بينبثق منهم الروح القدس. وتاني دخلت في عمل الأقانيم، الابن أرسل الروح القدس في الزمن بينما الروح القدس انبثق من الآب قبل كل الظهور، زي ما الابن اتولد من الآب قبل كل الظهور. أنا خلصت. بس قبل ما أخلص في قول كده للقديس غريغوريوس اللي هوتيو بالإنجليزي، أحاول أقراه وأترجمه يعني. ماشي. For it was needful that the distinctive properties of the Father and the Son should remain peculiar to them. يعني بيقول إيه؟ من الضروري أن الخصائص، خصائص أقنوم الآب وأقنوم الابن تبقى كما هي لهم، كل أقنوم ليه خصائص بتاعته. Lest there should be confusion in the Godhead، عشان ما يكونش فيه نوع من أنواع الإيه؟ اللخبطة في اللاهوت. Which brings all things, even disorder itself, into due arrangement and good order. يعني اللخبطة دي هتسبب مشاكل تانية. فهو الراجل بيقول لنا إيه ببساطة يعني؟ كل أقنوم ليه الخصائص الخاصة بتاعته. إحنا ما نشغلش دماغنا ونلعب في الخصائص دي علشان مش هو ده اللي ربنا قال لنا عليه. الخصائص الخاصة بكل أقنوم دي احنا استلمناها من السيد المسيح شخصيا وهو قالها شخصيا. بس انا كده خلصت. اي سؤال بقى في اللي انا قلته؟ ايه اخبار مجمع افسس؟ ايه اخبار العسلية؟ في اي سؤال؟ حد فاهم حاجة؟ ماشي خلاص. عند حضرتك. كل